انه هجايا هذه ما كان حد متوقعها ولا كان حدا منظرها، وفي الواقع اجت مفاجأة مخيفة على الكل. وفي قطاعات انا بقول لك اياها هتختفي، مثلا المسارح في بريطانيا هتختفي، ما حتشوفها بقى يمكن، او حتشوفها بمنظر جديد او بطريقة جديدة. انما كما كانت وكما عهدناها من عراقة ومن الساترة، كان في مسرحية تقعد 50 سنة 60 سنة، هذا ما بفتكر حنشوفه قريبا. فهذا الوضع احنا فيه، كيف نتدارك الامور هذه؟ اولا كيف نتعلم المستقبل، وثانيا كيف فينا كقطاع خدماتي سياحي كيف فينا نتأقلم في بلدان مثل السعودية مثلا او حتى مثل الامارات، قدرت انها تعمل نوع من التكيف مع الوضع وعملت سياحة داخلية. وهذه السياحة الداخلية بدون شك انها فادت البلد. حتى السعودية فتحت مجالات اوسع بكثير ما كانت حتدفع تفتحها لو كانت البلدان المجاورة بعد مفتوحة، او البلدان المقصد السياحي كانت بعد مفتوحة. السعودية عملت مجهود كبير كبير، ومجهودها ما بلش. فالله يساعدنا من الجاي لقدام. فأنا برأيي إنه نحن بما أننا بلد صغير نعتبر نفسنا مكملين ولسنا منافسين، لأننا لا نستطيع أن ننافس لا هذا ولا هذا ولا مصر ولا أي بلد ثاني، لأنه إنما نحن فينا نكمل بعضنا وفينا نعطي أشياء هم ما عندهم إياها، لا في السعودية ولا في الإمارات ولا في ساتر ساتر. والشيء الثاني اللي بدي أقول لك إياه، وأنا برجع بقول للأخ علي يركز على العنصر البشري البحريني، لأن العنصر البشري البحريني هو أهم عنصر نحن نملكه، يمكن هو أهم من النفط بالنسبة لنا. لأنه الإنسان، نرجع نقول مرة ثانية، التواصل هو الأساس السياحة. فلما يكون مرتاح بتواصله ومرتاح بالناس اللي عم يتعاملوا معه، هذا عن موضوع جدا جدا مهم، وهذا يمكن أهم من الـ من الـ من الـ من الـ من الديستنيشن. هذا أهم من أي شيء ثاني، لأنه أنت بتيجي لترتاح، ما بتيجي حتى حد يعطيك دروس في السياحة يعطيك، لا، ما هذا السبب سبب سياحتك.